هل يجوز للمسلم أن يواصل عمله مع الدولة الكافرة بعد إسلامه وموالتها؟ المواصلة إذا كان ما فيه النصرة لها فلا بأس بهذا، وأما إذا كان فيه نصرة لها أو إعداد أسلحة أو غير ذلك فلا، أو هو في العسكرية يقاتل المسلمين فلا يجوز هذا. أما الموالاة، الموالاة هي لا تجوز بحال من الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. فالميزان في مسألة العمل معهم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منه. نعم، الأمر كما تقدم، إذا كان فيه عون لهم على اختراعات أو على أمر يكون سببا لنصرهم فلا، وأما إذا كان مجرد وظيفة وعمل فيوسف يقول لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، فلا بأس بذلك إن شاء الله.